في 8 أبريل من عام 2019 صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لعام 2019. وفي 7 يناير من عام 2020 تم تعديل القانون بالتشريع رقم 1 لعام 2020، واستثنى القانون من أي مجال للتصالح الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. وتسهيلاً على المواطنين، قرر مجلس الوزراء تمديد فترة قبول طلبات من يتقدمون للتصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة، انتهت في 31 من مارس الماضي، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح 2.7 مليون طلب. وفي سبتمبر من عام 2020 قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء في كل أنحاء الريف من قرى وعزب ونجوع إلى الحد الأدنى الذي نص عليه القانون 50 جنيها فقط للمتر. وتأثيرا على سكان الريف أيضا، وافق مجلس الوزراء في 2 يونيو على قبول طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون في مخالفات البناء، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به كل مواطن حتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية. ولكن لا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة. ولانتهاز هذه الفرصة يجب أن يوقع المتقدم للتصالح على إقرار يفيد بأنه إذا ثبت تقديم مستندات تغير ما تم من بناء مخالف على أرض الواقع طبقا للمعينة، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حيله. ومن شأن ذلك حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من إجمالي عدد المتقدمين بوجه عام. كما شملت تسهيلات الدولة للمتقدمين إلى التصالح تخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت بين 10% إلى 75%، وإقرار خصم قدره 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، إضافة إلى الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية مستندا للتقدم. ويوفر قانون التصالح في مخالفات البناء مزايا كبيرة للمواطن، منها توصيل جميع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي بشكل رسمي، وبذلك لا يتعرض المواطن لأي مشاكل مع وحدات الإدارة المحلية، مما يحقق الاستقرار والسلم المجتمعي. كما يعد التصالح على المباني المخالفة رخصة رسمية للعقار تؤكد سلامة موقفه القانوني. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مره تانية برحب مع حضراتكم بضيفي الاستاذ مصطفى محمد عبد المعطي، المحامي والمستشار القانوني لبيت العائله المصريه باسيوط. برحب بسيادتك يا فندم، اهلا وسهلا. يعني خليني نستعرض في البداية أهم المحطات الأساسية لقانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن. قانون التصالح لمخالفات البناء كان بمثابة نقلة حضارية من جانب الحكومة المصرية، إذ أن المخالفات التي تعلقت بالبناء امتدت لفترة طويلة، والتي أصبح من خلالها المواطن مخالفا للقانون، ونحن نعيش في دولة قانون، وفي هذا الوقت لم يتمكن المواطن من الحصول على المرافق ولم يشعر بأمان بمجرد أنه يعيش في مسكن مخالف، ولكن ما اتخذته الدولة المصرية بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بحسه الوطني من أن الأمر يحتاج إلى علاج، فوجه سيادته تعليماته الصريحة إلى الحكومة بدراسة الأمر بجدوى، وتابع سيادته هذا الملف بصفة شخصية، وصل الأمر إلى إصدار قانون التصالح بشأن مخالفات البناء. بعد صدور هذا القانون وبدأ المواطنون يتقدمون بالطلبات، زادت الطلبات بشكل ملحوظ لأمر معين. مفاد ذاك الأمر أن المواطن استشعر الثقة في الحكومة، في أن الحكومة لا تجب منه مبالغ مالية، وإنما الحكومة تريد أن تخدم المواطن في أنه يعيش في سلام وأمان ويعيش في استقرار أسري، حينما تصل إليه المرافق ويستفيد ويحقق المنفعة المرجوة، وفي ذات الوقت يشعر بأنه يسكن في مسكن أو يقيم في مسكن مؤمن ومرخص وليس مخالفا ومهدد في أي لحظة من اللحظات بتعرضه للإزالة أو ما إلى ذلك. فتقدم المواطنون على هذا المنوال،
بطلبات عبرت على هذه الثقة التي استشعرها المواطن في حكومته. فسرعان ما بادلته الحكومة بذات الثقة بعد أن بدأ قانون التصالح وبدأت الطلبات تقدم، وكان هناك إجراءات معينة وضعت من جانب الحكومة، ولكن الحكومة حينما استشعرت بكثافة الطلبات التي قدمت من المواطنين ورأت الجدية في هذا الأمر، بعد أن تم سداد مبالغ الجدية اللي هي 25% بناء على حصوله على النموذج رقم 3 ابتداء وتقديمه للجهات القضائية لوقف الدعاوى التي رفعت عليهم في شأن جنح المخالفات البناء، ووقفت الدعاوى بناء على هذا الطلب لحين انتهاء التصالح. لما رأت الرئاسة هذا الأمر أصدرت توجيهاتها من جانب السيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بأن الأمر إعمالا لحق المواطن الذي وثق في حكومته وفي رئاسته لابد أن تذلل له الصعاب. فكان من ضمن العقبات التي قد تطيل أمر التصالح هو وجود اللجان. هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا، اللجان اللي بتبت في المصالحات التي تباشر والتي تشرف على جدية هذا الطلب الذي تقدم به المواطن والذي أثبت فيه أن المساحة التي قمت بمخالفة البناء عليها 100 متر أكثر أقل لابد للجان أن تشرف وأن تنتقل وتعاين وتثبت مدى صحة ما أثبت في طلب المواطن. تمام. لكن الحكومة أعلنت صراحة أنه طالما أن المواطن وثق في الحكومة وقدمت الطلبات التي وصلت إلى 2,800,000 وخصوصية الريف المصري 1,600,000 بواقع 1,600,000 ثبت يقينا لدى الحكومة أن المواطن المصري وثق فيها ثقة، وكان لابد للحكومة أن تثق في المواطن بناء على ما أعلنه دولة رئيس الوزراء في لقائه الأخير الصحفي، والذي ردده بعد ذلك وأوضحه المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، من أن الحكومة تثق في المواطن وأن الطلب الذي قدم من المواطن لا تحتاج فيه الحكومة إلى انتظار فترة من الزمن إلى انتقال هذه اللجان وإجراء المعاينات، وإنما وثقت فيما أثبت في الطلب من جانب المواطن، ولكن حفاظا أيضا على حق الدولة جعلت الأمر أنه سوف تجرى فيما بعد انتقال بعض اللجان بصفة عشوائية، وليس كل طلب يحتاج إلى أن تنتقل لجنة لتقر ذاك الطلب وتثبت صحته وذلك ثقة في المواطن. والذي يعني النتيجة العشوائية التي أعلنت عنها رئاسة مجلس الوزراء أن وصلت إلى حوالي 90% من مصداقية ما قدم، وذاك الأمر يقطع حقيقة من الثقة المتبادلة فيما بين المواطن وفيما بين حكومته. يعني أفهم من حضرتك كده أن كل طلبات التصالح التي قدمت في الريف تحديدا اللي هي 1.6 مليون طلب دي تعتبر مقبولة من جانب الحكومة، وبالتالي على المواطن تسديد باقي الغرامة اللي هي 75%، ومن ثم يعتبر الأمر منتهي بالنسبة للمواطن وبالنسبة لهذه كل القضايا المرفوعة حتى إن وجدت من جانب الدولة. بعد أن أعلنت رئاسة الوزراء بأن الطلب المقدم من المواطن حظي بالثقة، بناء على ذلك أصبح أمام المواطن أحد أمرين. تمام. الأمر الأول أن يقوم بسداد المبلغ 75% المتبقي من قيمة أعمال المخالفة بصفة فورية، يحصل على النموذج رقم 10 الذي يقدمه إلى الجهات القضائية لإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح نهائياً عمالاً لصحيح القانون نهائياً، وتصبح بمثابة رخصة للمواطن في أن مسكنه والمخالف أصبح مسكناً مرخصاً، وبناء على ذلك بات من حقه أن يتعامل مع الجهات المعنية في المحليات أو ما إلى ذلك كلهم في تخصصه في الحصول على كافة المرافق من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي. فيا إما أن يظل على أمر الأقساط التي مداها 3 سنوات تنتهي في 2023 له ذلك، وبعد انتهاء سداد كامل الأقساط سيحصل على النموذج رقم 10. فأمام المواطن أي من الخيارين يختار كيفما شاء حسب ظروفه. طيب أنا بس يعني هستفسر مع سيادتك، اللي دفع 25% من الطلبات اللي احنا بنتكلم فيها وعايز يقسط على 3 سنين موقفه إيه من المرافق؟ موقفه من المرافق هو حاليا تقدم بجدية الطلب
وبيتقدم للجهات الحكومية المعنية المحلية أو ما إلى ذلك كلهم في تخصصه، فبمجرد تقديم هذا الطلب وحصوله على النموذج رقم 3 اللي هو جدية التصالح وجدية أمر حينما تقدم بالطلب فإنه يحصل على المرافق، ولكن حصوله على المرافق وفي نفس الوقت انتهاء الدعوة الجنائية بانقضائها بالتصالح أصبح غير متابع جنائيا، وأصبح يشعر بالأمان باعتبار أن المسكن وخاصة في ريفنا ريف مصر، وخاصة أنني من صعيد مصر ابن من أبناء محافظة أسيوط وريفي، فالشعور في الريف بالأمان عبر حقيقة على أن الرئاسة منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحقيقة أولى الريف المصري والمواطن المصري في الريف تحديدا الذي هضم حقه عقودا وعقود أو له اهتماما استشعره المواطن المصري، وهذا الأمر يساعد على سرعة تحقق المبادرة التي يتابعها السيد الرئيس بشخصه وهي ملف حياة كريمة. طيب أنا هرجع بس لسيادتك مع تاني، حضرتك قلت لي أن طلبات التصالح التي قدمت على مستوى الجمهورية حوالي 3 مليون طلب، 2.8 من عشرة يخص الريف، منها 1.6 من عشرة. طيب الريف احنا اتكلمنا عليه، يعني لو قدم التقسيط أو 75% دفع بيحصل على نموذج 10 وبالتالي بتسقط الدعوة الجنائية تماما. طب باقي الطلبات اللي هي مش في الريف، باقي الطلبات اللي خاصة حضراتكم بالمدينة والمدن والعقارات اللي في المدن أيضا بذات القدر، ولكن كان الأمر بالنسبة للريف أو يعني محل اهتمام أكثر لسبب، لأن الريف ليس فيه أي استثمار من قريب أو من بعيد، وأن الريف بنيت هذه المساكن بصفة عشوائية، وأن الريف هو الذي مس الأرض الزراعية التي هي تمثل الهوية المصرية. صحيح. والتي رأت الرئاسة في أن تحافظ على الهوية المصرية من خلال الحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها هي مصر، فأوقفت ما تم يعني من مخالفات سابقة قدنتها، ولكن حاليا لا يمكن أن يسمح لأحد من أن ينال أو تمتد يده إلى الرقعة الزراعية مرة أخرى، باعتبار أن ما تم بناؤه من مباني مخالفة وتعدي على الرقعة الزراعية أوقف هذا الأمر، لأن الرئاسة رأت أنه إذا ما تم هدم هذه المساكن فإن المواطنين في الريف سيشعرون بأمر معين، لكن قننا هذا الإجراء فأصبحوا يشعرون بالأمان. وأنا من هذا المكان يعني أنقل حقيقة شعوري كمواطن مصري ريفي قروي، أنقل شعوري كشعور أهل الريف جميعا أننا قد شعرنا بالأمان بالمبادرة وبالإجراءات التي وجهها معالي فخامة رئيس الجمهورية إلى الحكومة، والحكومة التزمت بها وبدأت تظهر على أرض الواقع وأصبحت ملموسة. طيب اللي بيشوفنا برضو ما جاوبناش على السؤال المتعلق ببقية المخالفات، الحكومة هتعمل فيها إيه؟ ولا الدولة هتعمل فيها إيه؟ بذات القدر بالنسبة للمخالفات الاستثناء من هذا الأمر التعدي على أملاك الدولة فقط لغير هذا الأمر الذي أرجئ والدولة ستضع له أمرا معينا، لكن ما يتعلق بالابتعاد عن أرض أملاك الدولة والملكيات الخاصة فأيضا قدمت بشأنها الطلبات وجاري فيها أمر إجراء الرخص النهائية، وتم يعني من قام بالسداد بذات القدر أنه كل دفع، كل الريف والحضر كل دفع 25% اللي هي جدية أمر التصالح، ويحصلون على رخص البناء، لأن شرط المدن حضراتكم يعني المعروف أن في المدينة لابد أن يحصل على ترخيص بالبناء ابتداء. طيب حضرتك شفت إزاي إقبال المواطن في الريف على عملية التصالح؟ ده طبعا البعض شاف أنه ده كان حل بيراعي كل الأبعاد، لأنه لا فائدة من هدم هذه المباني التي بورت بالفعل الأراضي الزراعية وكلفت المواطن الكثير في عمليات البناء، فبالتالي كان ملف التعامل مع هذا الأمر بيراعي الكثير من الأبعاد، يعني كيف تبعت هذا الأمر وانعكاسه على المواطن كان إيه؟ انعكاسه على المواطن أن المواطن شعر أن الدولة تشعر به، لأن الدولة من حقها أن تتخذ الإجراءات التي تعيد الوضع على حالته الأولى. صحيح. ومن حقها أن تزيل المخالفات، ولكن فخامة الرئيس استشعر أن هذا الأمر قد يضر بمصلحة المواطن الريفي، فراعى هذا الجانب الإنساني بحسه الوطني كمصري، فراعى هذا الجانب فأصدر تعليماته إلى الحكومة
بأن يقنن الأمر بشكل أو بآخر، وتم دراسة الأمر وتم إصدار قانون التصالح، ثم بعد ذلك انبثقت منه القرارات المتتالية إلى أن وصلنا إلى آخر قرار، وهو الثقة في المواطن حينما قدم الطلب، وأن لا ينتظر لاتخاذ إجراءات تطول بشأن أمر انتقال اللجان والمعاينات، وإنما اعتمد على الطلب، ومن يسدد كامل 75% الأخرى لقيمة المخالفة يحصل على نموذج رقم 10، والذي ينهي بالنسبة له الدعوة الجنائية بالتصالح حينما بقضائها بالمضي المدة بالتصالح عفوا حينما يتقدم به المواطن إلى الجهات القضائية، وفي ذات الوقت أصبح يعيش في مسكنه آمنا مطمئنا، وذلك لحس الرئاسة بأن المواطن يحتاج إلى ذلك. ويمكن كمان سعر المتر فيما يتعلق بتحديد أكثر يعني أكثر مراعاة للبعد الإنساني من جانب الرئاسة، حينما قدرت أن الريف المصري من قام ببناء مسكن مخالف لم يقم بذلك الأمر للاستثمار، وإنما بني المسكن المخالف في فترة من الزمن، إنما ذلك للحفاظ على أسرته ونظرا للنمو السكاني فدفع إلى ذلك. فلما رأت الرئاسة هذا الأمر ورأت أن المبالغ التي يتم تحصيلها لسعر المتر في المدينة قد يغلب عليها أمر الاستثمار، لكن الريف المصري ليس فيه استثمار فيما يخص أمر المباني، فوضعت الحد الأدنى وأصبح حدا موحدا اللي هو مبلغ 50 جنيها لسعر المتر في الريف المصري، وذلك الأمر لاستشعار الرئاسة بالمواطن المصري الريفي البسيط. طيب إلى أي مدى في تقديرك قانون التصالح بشكل عام بيعالج المسألة بشكل جيد، ولكن إلى أي مدى كمان بيحد من مخالفات البناء؟ لأن خلاص الدولة قالت دي صفحة وبنقفلها تماما، ولكن أي مخالفة بناء تاني هيتم التعامل معها على الفور باعتبارها جريمة في حق هذا الوطن. إلى أي مدى في تقديرك فعالية هذا القانون في هذا الأمر؟ هذا القانون يعني حينما صدر قانون التصالح لمخالفات البناء حمل في طياته أمران: الأمر الأول تقنين الأوضاع السابقة، الأمر الثاني وقف البناء على الأراضي الزراعية، وأصدر السيد رئيس الوزراء تعليماته الصريحة إلى المحافظين ومدير الأمن والمعنيين بعدم التهاون واتخاذ الإجراءات الصارمة حيال أي مخالفة تبدر بعد صدور هذا القانون، وهذا للمحافظة على الرقعة الزراعية المصرية. طيب اللي عايز يبني جديد بقى، يعني إيه الإجراءات الشرعية اللي هو يبتدي المفروض تكون دي الطريق الرسمي ليه؟ فيما يخص لهذا الأمر لابد أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص، وترى الدولة إذا ما كان الموقع يصلح للبناء عليه يحصل على الرخصة ابتداء وبالطريقة وبالضوابط التي وضعتها الدولة للمحافظة على سلامة المباني والحد من البناء العشوائي الغير منظم، وإنما يتم ذلك في إطار القانون اللي هو سواء كما المنطقة اللي هو عايز يبني فيها دي كانت حيز عمراني ولا لابد أن يتبع اشتراطات البناء الجديدة، بيدرس هذا الأمر. يدرس هذا الأمر، وبعد أن يتم الموافقة يصبح يعمل أو يقوم بالبناء من خلال قناة شرعية إعمالا للقانون وليس بطريقة عشوائية كما سبق. طيب يا فندم برضو الناس يعني ممكن حد يسأل اللي هو 1.6 مليون طلب تصالح اللي هي متعلقة بأهلنا في الريف، امتى من حقه يروح يدفع ال 75% ويحصل على نموذج 10؟ لان تصوري ان في عدد كبير جدا مش هيستنى التقسيط 3 سنين، ولكن هيقول لك انا عايز اخلص من المخالفه بشكل نهائي وفرصه احصل على نموذج وتبقى القصه بالنسبه لي انتهت بشكل كبير. هل من حقه الان ولا في وقت لسه؟ لا الان من الان يتقدم بالطلب ويسدد باقي المبلغ اللي هو ال 75% ويحصل على النموذج رقم 10 ويتقدم به إلى المحكمة، باعتبار أن الدعاوى التي رفعت تم وقفها وقفا تعليقيا لحين انتهاء التصالح. النموذج رقم 10 ده الدليل على التصالح، وتنقضي الدعوى الجنائية قبله بالتصالح، وأصبح في مأمن من توقيع العقوبة من الحبس والغرامة وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يصبح حقه في توصيل المرافق إن لم يكن قام بتوصيلها، وإن تم توصيلها فهو يعيش في أمان آمنا مطمئنا في سربه، باعتبار أنه يعيش وفق صحيح القانون ووفق ما تتطلبه الدولة. طيب طالما احنا بنتكلم بصراحة، بالتأكيد موضوع مخالفات البناء خلى الأسعار أسعار الأراضي كانت يعني وصلت لمستوى عالي أو مرتفع في الريف، لأن ناس كتير كانت بتشتري أرض زراعية وتبني عليها، فبالتالي بيغير النشاط بتاعها، فبالتالي الأرض كانت سعرها ارتفع.
انعكاسات انضباط المنظومة على هذا الأمر حضرتك بتشوفه إزاي ومتابعه إزاي؟ في المرحلة الأولى قبل صدور قانون التصالح وفي ظل فترة البناء العشوائي كانت الأراضي الزراعية ارتفعت وبيعت بأسعار باهظة نظرا لأن المشتري يقوم بالبناء، لكن بعد أن وضعت الضوابط القانونية وأصبحنا نعمل في أطر قانونية عادت إلى طبيعتها وأصبح السعر الطبيعي العادي للأراضي الزراعية وليس أسعار مباني كما كان في الفترة الماضية حينما كان يبنى المباني المخالفة، فعادت إلى وضعها الطبيعي. شكل المنظومة هديت يعني، شكل المنظومة هديت ورجعت الأمور لتقارب في وجهات النظر وأصبح الكل يعود إلى وضعه الطبيعي. نورتني في هذا الحوار، أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذ مصطفى محمد عبد المعطي المحامي والمستشار القانوني لبيت العائلة المصرية في أسوان. شكرا جزيلا. أنا بشكر حضرتك على هذه الاستضافة واسمح لي أن أتقدم وأنقل رسالة كمواطن مصري ريفي ابن من أبناء محافظة أسيوط إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الحكومة لما بذل من عناية واهتمام في قانون التصالح ولما صحح المسار وأصبح المواطن الريفي يشعر بالأمان ويشعر أنه محط الأنظار بالنسبة لرئاسته ومحط اهتمام، ونحن الآن تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس الجمهورية قدما إلى السير نحو حياة كريمة التي ينشدها الريف المصري والتي أصبحت من أولى الملفات التي اهتم بها فخامة الرئيس شخصيا، فأشكره على قيادته الحكيمة وعلى وطنيته. شاكرا معالي. أنا بشكر حضرتك جدا. مشاهدينا الكرام عندنا حوار ثاني ولكن قبل موجز الأنباء مع زميل أحمد فؤاد في أمان الله.